السلام عليكم يا اغلى واحلى المتتبعات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، واليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم لبسات ديال البنات والولاد، اشكال مختلفه ومتنوعه. لبسات اللي ديال تركيا، موديلات زوينين وجداد في نفس الوقت. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ولا عجبكم ما تنسونيش من اللايك ومن تعليقاتكم الرائعه والمحفزه اللي كنتظرها دائما. ولا كنتوا لاول مره كتزوروا القناه، اشتركوا وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونبغي نشكر البنات جداد اللي حاب التحقوا بالقناه، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا، نورتوني ونورتوا القناه، شكرا لكم. وكلمه شكر قليله في حقكم. وكيف كتلاحظوا يعني موديلات اللي جداد وزوينين وديال تركيا. فلو بغيتوا اي حاجه ما عليكم الا تواصلوا معايا عبر الرقم 0707 39 61 01. فهاد الموديلات هذا البنات هو دابا حاليا انا ما عنديش، ولكن بحال هكا اي موديل يعجبكم تصيفطوه ليا من قبل، يعني بما ان شاء الله غادي تحلوا شركه الشحن اللي كيجيبوا السلعه من تركيا. كيف قلت لكم هاد الموديلات هادو راه ديال تركيا، يعني اي موديل يعجبكم ان شاء الله غير صيفطوه ليا بحال هكا في الخاص عبر في الواتساب، يعني في هذا الرقم اللي قلت لكم 0707 39 61 01، ونجيب لكم اي موديل بغيتو بما ان شاء الله تحلت هاد شركات الشحن. يعني بحال هكا تكون عندي فكره على الموديلات وعلى الشكل اللي بغيتو، باش ان شاء الله يعني بما كيف قلت لكم يتحلوا بحال هكا اللي كيجيبوا لنا السلعه من تركيا. نجيب لكم الموديل اللي بغيتو الا كان يعني الا كان باقي، وراه دائما كيخرج بحال هكا الجديد، ولو ما يبقاش مثلا شي موديلات فكيبقى دائما الجديد. يعني كيف ما عارفين تركيا راه مشهوره باللباس ديالها اللي كيكون زوين بزاف، يعني التوب ديالها كيكون الكاليتي ديالو زوينه، وحتى الموديلات يعني كيكونوا موديلات ديال تركيا كيكون شي حاجه اللي زوينه، الكاليتي ديالهم اللي زوينه. صبني بحال هكا وعاودي، يعني كيكون داكشي اللي زوين، وفي نفس الوقت حتى الديكور ديالهم كيكون مختلف على اي ديكور. يعني الشكل ديال اللبسه كتحسي بلبسه بحال هكا كتكون منفوخه واقفه غير بوحدها، يعني كيف كتلاحظوا معايا. وغادي نشارك معكم ان شاء الله بزاف ديال الموديلات، وكنشكركم بزاف على على الفيديو ديال الحوايج ديال ملابس الاطفال ديال تركيا اللي عجبكم بزاف. كنشكركم على تعليقاتكم الرائعه اللي كتبتوا ليا فيه، وحتى اللي دخل عندي بحال هكايا الخاص، يعني بخصوص ديك اللبسه اللي فيها الحمامه بحال هكايا في اللي فيها بحال الحمامه في الجيلي، يعني في الظهر ديالها، يعني لقات واحد الاقبال كبير من عند الناس. وان شاء الله باذن الله راه كنوعدكم غادي غير يتحلوا بحال هكايا شركات ديال الشحن، وغادي يكونوا البيسات اللي غيكونوا زوينين. يعني حتى نتوما حاولوا انكم تختاروا من هاد البيسات هادو، حتى هادو ديال تركيا، واي موديل بحال هكا يعجبكم يكون عندي فكره على الموديل اللي بغيتو كيف داير، ونحاول انني نجيبو لكم. يعني كاينين اشكال مختلفه ومتنوعه، كاينين البيسات كاينين بحال هكايا، يعني بزاف ديال الاشكال على حساب كل سيده والرغبه ديالها. وان شاء الله غادي نزيد نشارك معكم موديلات اخرين اللي حتى هما زوينين بزاف، واحد البيسات البنات اللي اكثر من رائعين، يعني كيكونوا بالنسبه للحويجات ديال البنات بصراحه كيكونوا شكيلات ديالهم زوينين، وشكيلات اللي ما دايرينش يعني بحال هكا في السوق بزاف، يعني شي حاجه اللي كتكون جديده وكتكون متنوعه وقليله في نفس الوقت فكتكون زوينه. وبالنسبه لهاد البقيته هذه البنات اللي كيسولوني حتى بالنسبه على الاثواب على الجلاله على اي حاجه، فانا بصراحه يعني فهاد البقيته هذه انا حتى انايا حابسه، يعني راه من شحال هذه تقريبا شويه بحال هكا يا حبست، راكم عارفين يعني على حساب هاد المرض هذا وهاد الحجر الصحي صعيب شويه الانسان بحال هكا انه يخدم فيه، بالخصوص هاد المرض هذا اللي كيتنقل بواحد السرعه اللي كتكون كبيره، ممكن يتنقل في الملابس، ممكن يتنقل في الفلوس، في الصباط، يعني صعيب شويه، يعني ماشي ضروري انك تكون حدا الانسان اللي مريض، ولكن داكشي سبحان الله يعني كيتنقل بواحد السرعه اللي كتكون كبيره. فهادشي علاش نحاولوا اننا يعني ما نخرجوش بحال هكا بزاف، ما نتلاقاوش مع الناس بزاف بحال هكا، يا حتى يكون ان شاء الله خير، وما غادي يكون غير الخير غير واحد شويه الصبر ويكون كل شيء هو هذاك.
وحاولوا انكم تصبروا حتى على هذه الموديلات ديال تركيا، راه شي حاجه اللي زوينه، راه ماشي فقط انكم تشرو مثلا شي حاجه مثلا للعيد، ولا لان راكم كيف ما عارفين في العيد الانسان ما كيخرج، ما غيكون يعني ما غاديش يخرجوا بحال هكا ولا يمشوا على الناس، راه كيف ما عارفين على حساب هذا الحجر الصحي، ولكن ماشي مشكل، اهم حاجه هي الصحه، هي كل شيء، الانسان يكون غير بخير وعلى خير، فهذيك هي كل شيء، يعني واخا ولو نبقاو في الدار قدروا من هنا لقدام الا بقينا بحال هكا كاملين في الدار تكون شي حاجه، تكون واحد النتيجه اللي زوينه اللي ترضينا كاملين ان شاء الله. وبالنسبه كيف قلت لكم على حساب هاد البيسات هادو، راه ماشي بقات اننا ناخذ لبسه في العيد وصافي، راه تقدري كاع تاخذي شي حاجه الكاليتي ديالها ما تكونش زوينه، يعني ما تصدقش ليك بحال هكا يا زوينه، علاش اللي ما نصبروش واحد شويه وناخذوا شي حاجه اللي غادي تكون زوينه يعني غتستافدوا منها، وتا لبستها بحال هكا البنيه ديالكم او ولدكم، فما غاديش تكون دايره في السوق تكون شي حاجه اللي متنوعه وشي حاجه اللي الكاليتي ديالها زوينه. كيف ما عارفين الملابس التركيه راه كيكونوا الحوايج ديالهم زوينين وما دايرينش يعني بزاف، والكاليتي ديالهم كتكون زوينه، انا كاينين بزاف الاشكال وبزاف الموديلات بصراحه. انا هاد الفيديوهات كنت صوبت المونتاج ديالهم واحد شويه شحال هادي، ولكن كنت مازال ما دويتش فيهم، فهادشي علاش عطلت عليكم شويه، ورا كيف ما عارفين الضغط ديال يعني مع رمضان وداكشي يعني كيكون واحد شويه الضغط، هادشي علاش. ان شاء الله غير غادي يبدا ان شاء الله بحال هكا شركه الشحن انا ممكن يجيبوا السلعه بحال هكا، راه غادي يكون خير ان شاء الله، وغادي تكون النتيجه اللي غادي تكون مرضيه وغادي تعجبكم. وكيف قلت لكم شوفوا بحال هكا اي موديل عجبكم وصيفطوه ليا في الخاص، باش بحال هكا تكون عندي فكره على الموديلات اللي بغيتو، وكنتمنى نكون عند الحسن الظن ديالكم. وما تنساوش البنات حتى نتوما زيدوا شجعوني كثار وبارطاجيو القناه مع عائلاتكم واصدقائكم باش تكبر القناه كثار وكثار، وتزيدوا تشجعوني انني نبقى نشارك معكم فيديوهات اللي فعلا كتستحق المشاهده واللي غادي تستافدوا منها. وحتى بالنسبه للفيديوهات اللي شاركت معكم يعني ديال الاثواب، ديال راه بزاف المرات شاركت معكم الاثواب وبزاف الناس خداو من عندي، كنتمنى الا سمعتوا هذا الفيديو حتى نتوما تكتبوا تعليقكم، انا راه كيكون تماما داكشي اللي في الصوره هو اللي في المباشر، يعني راه توب ولا بحال هكا، يعني نيت واحد التوب نيت كنت ديتو لواحد السيده كانت ساكنه في هي ساكنه في مدينه اليوسفيه، ومعها انا نيت من اليوسفيه، كنا نيت مشينا شحال هذه اليوسفيه وكنت ديتو لها معايا تل تما، بصراحه عجبها وقالت لي تبارك الله عليك راه تماما بحال اللي في الصوره بحال اللي على المباشر، قالت لي راه سبحان الله، قالت لي راه قلت حتى لماما قالت انت شوفي راه نفسه تماما، يعني نفس اللون نفس التشكيل نفس كل شيء، يعني بحال الصوره بحال المباشر. هادشي اللي كاين البنات، ويعني راه اي حاجه تبغيوها نبغي نجيبها لكم ما كيكونش مشكل، غير بالنسبه لهاد الحوايج هادو هاد الملابس هادو يعني ديال الاطفال كتكون السلعه ديال تركيا، فهادشي علاش كيكون واحد شويه ديال الروطار كيف ما عارفين، يعني ماشي ساهل باش يجيو بحال هكا من تما كيكون واحد شويه الوقت، وبالخصوص شركه الشحن يعني اللي كتجيب السلعه حابسه على حساب هاد المرض هذا بحال هكا، غير على حساب صحه كل واحد، حيت هذا المرض يعني كيف ما عارفين شويه صعيب، يقدر يجي بحال هكا في الملابس، يقدر يجي في الفلوس، يقدر يعني هذا الشيء علاش كيحاولوا انهم يتفاداو دابا حاليا ان يبقى يجيبوا بحال هكا السلعه باش حتى المرض ما يزيدش يتكاثر ويتحاصر يعني، وان شاء الله يتحيد، كنتمنى ان شاء الله يكون خير من هنا للقدام. ونخليكم البنات حتى تكملوا الفيديو، وفرجة ممتعة، وسلام عليكم حتى نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد. وكيف قلت لكم شوفوا اي موديل عجبكم وصيفطوا ليا في الخاص، غادي نعاود لكم الرقم 07 07 39 61 01، وواحد الحاجه البنات اللي مهمه، انا كاينه في مدينه الدار البيضاء، سمحوا لي ما كنذكرش لكم بالضبط المدينه اللي فيها، كنسى الصراحه، انا كاينه في مدينه الدار البيضاء بالضبط في جوهره اللي حدا البيضاء وحدا المدينه الجديده جهه حي مولاي رشيد، يعني هذا هو المكان اللي كاينه فيه.